بتاعه ونخلص. احنا قلنا خلاص الفوسيت فلو ان هو الفوسيت فلو قلنا ان هو محتاج قوة خارجية عشان يبتدي يتحرك، قلنا زي في وجود مروحة او بام. الناتشرال فلو بقى لا، ده هو مش محتاج اي وسيلة خارجية، لكنه بيتحرك طبقا لنتيجة لاختلاف الكثافة اللي بتسبب او المسببة فيها درجة الحرارة. فبقول له ناتشرال فلو ان الفلو is due to الباونس افكت. افكت او التمبريتشر الاساسي. في واحدة كمان نتيجة للجيومتري، اخر حاجة اللي عجبك. المهم نحفظ اتنين، يعني من كل نوع نحفظ اتنين، من واحد لثلاثة احفظ اتنين، ومن اربعة لسبعة احفظ اتنين. انه في حاجة اسمها وان او تو اند ثري دايمنشن فلو. سويان أحادي الاتجاه أو ثنائي أو ثلاثي. يبقى أعرف إذا هو أحادي أو ثنائي أو ثلاثي. طيب الأول نعرفه الـ 1 أو الـ 2 أو الـ 3 dimension flow. إن الـ velocity في يعني كده إن الـ flow velocity سرعة السويان مالها؟ قال لي various تتغير in one أو two أو three dimension. تعال نوضحها ازاي. لو أنا عندي سائل بيمشي جوه الأنبوب، في البداية بيبقى واخد الشكل ده كده، وبعدين يبتدي يتطور، ياخد الشكل ده كده يتطور اهو، وبعدين يثبت كده. ده بنقول عليه اسمه ديفولبينج فلو، وده بنقول عليه ديفولبد فلو. في الديفولبينج يعني عمال يتطور وينمو، انما الديفولوبد خلاص شكله ثابت. فالديفولوبد لو انا بصينا هنا كده، ده المحور بتاع الانبوب اهو، هتيجي تلاقي انت مثبت الايه المكان اهو، تيجي تلاقي شويه السرعه عماله تتغير، السرعه عماله تتغير، النقطه ديت غير السرعه دي غير السرعه دي. طب لو طلعت فوق غيرت المكان الاقي السرعه تتغير، هنا غير هنا غير هنا. يبقى اثناء الديفلوبينج الاقي الفيلوسيتي داله في الار والزد، الار اللي هو ده والزد اللي هو ده طول ما انت ماشي. طب في الديفلوب لا، داله في الار بس، المكان ثابت، اطلع هنا دي زي دي طول ما انت ماشي اهو في الزد ثابت، انما لو طلعت في اتجاه الار اتغيرت. يبقى هنا في 1 دايمنشن وهنا في 2 دايمنشن. الزد دايمنشن اي هواء بيمشي فوق السياره في الثلاث ابعاد بيبقى متغير. يبقى انا عرفت بس اللي هو 1 و 2 و 3 دايمنشن فلو ان الفيلوسيتي بتتغير، ممكن تتغير في 1 او 2 او 3 دايمنشن. اخر تعريف خلاص احنا خلصنا السبع تعريفات. في تعريف جانبي خالص ما جابوش في الاختبار بس ممكن يجيبه، حاجة اسمها النو سليب كونديشن. نخلي الواحد هو النو سليب كونديشن، شرط عدم الانزلاق. ده الترجمة الحرفية، انما معناه ان مفيش انزلاق، يعني السرعة تساوي صفر، معناه كده الفلوسيتي تساوي صفر. نلاحظها فين ديت؟ نلاحظها السطح
الملامس للسائل، سواء بقى كان جوه تيوب كده او ماشي جوه بليت او ماشي فوق بليت. ده سطح السائل وده البليت، وهنا تيوب. شكل الفلويد سواء بقى كان ديفولبنج ولا ديفولب، اهو النقطه دي او النقطه دي والنقطه دي. هنا الفي تساوي صفر، هنا الفي تساوي صفر، يعني السائل او جميع نقاط السائل الملامسه للسطح اللي هو ملامسه او اللي بيمشي عليه سرعته تساوي صفر. فايدتها ايه ديت؟ هنشوفها في شابتر 2. بس انا اعرف يعني ايه كلمه نو سليب كونديشن، معناها ان الفلوسيتي اوف الفلويد ات الكونتاكت بليت او بين قوسين البايب مالها السرعه ايكوال تو زيرو. دي بقى ده اسمه النو سليب كونديشن. يبقى انا خدت دلوقتي 7 تعريفات، بحفظ من 1 لـ3 نوعين، ثم بيعتمدهم اللي هو الفلويد فلو يعتمد على الخصائص، ومن 4 لـ7 بيعتمد على الجيومتري. فاحنا السؤال اللي دايما بيجيبه في الكويز هذا ما بيتغيرش، يعني لو غير الصيغه هم برضك نفس الاجابه، ان هو يقول لي مثلا اذكر 4 من الفلويد فلو وعلق لي على كل صنف من التصنيفات ديت، هل هو معتمد على الجيومتري ولا معتمد على البروبرتي او الفلو ريجيم. فاحنا عرفنا الثلاثه الاولانيه اللي هو بيعتمد على البروبرتي اللي هي الفيسكوسيتي انفيسكت فلو او الانفيسكت فلو، وخدنا اللي هو الكومبريسبل والانكومبريسبل بيعتمد على الدنسيتي برضك، الاولاني كان الفيسكوسيتي، وجينا قلنا اللي هو اللامينار والتربلنت، ان السرعه اللي قصدي الاستيدي والانستيدي معتمد على البريشر والفلوسيتي، الباقيين يعتمدوا على الجيومتري اللي هو ال1 دايمنشن وال2 دايمنشن فلو والناتشرال والفورسد والاكسترنال والانترنال. كويس، انا عارف تلخصوا دول ولا ابعت لك اللي هو متلخص عندي؟ انا هبعت لك ديت بي دي اف، وابعت لك التاني كمان اللي هو بي دي اف. تمام كده يا رجاله، وقف التسجيل. نفس ذلك.